لكن الداخل يعني الخريجين الجدد، حضرتك شايف انه قدامهم تحدي ان هم يلاقوا اساسا فرصه عمل مناسبه؟ يعني لما بتقول لنا انه اللي فقدوا وظائفهم، اللي تحولوا الى عاطلين بسبب فيروس كورونا 25 مليون بني ادم على مستوى العالم، مظبوط؟ تمام مظبوط. طيب فاذا يعني الخريجين الجدد اصلا بيواجهوا تحدي من البدايه ان هم يلاقوا الوظيفه المناسبه، ولا مش بالضروره؟ يعني على حسب القطاع، على حسب التخصص او المجال، ممكن ان هم ما يواجهوش كلهم نفس نوع التحدي. هو يعني هبدأ من حيث حضرتك انتهيتي. طبعا هو بيختلف من قطاع للتاني، طبعا هو الموضوع نسبي، ولكن لو احنا شفنا على مستوى العالم او على مستوى الحادث في العالم في الوقت الحالي، ان كل الوظائف تقريبا بتتأثر. يعني مثلا في استطلاعات رأي كتيرة جدا اتعملت على الوظائف او المهنيين او حتى العمال، يعني اللي تأثروا بالأزمة كورونا، سواء من ناحية فقدان الوظائف، سواء من ناحية إن هم اضطروا يؤدوا وظائفهم بشكل مختلف، سواء يعني اضطروا لاتخاذ قرارات تتعلق مثلا بالتسريح المؤقت، سواء وهكذا. يعني حوالي تقريبا استطلاعات الرأي بتقول إن حوالي 80% من الأيدي العاملة على مستوى بعض الدول، وطبعا ده ممكن ينطبق على العالم كله تقريبا، إن 80% من الناس سواء فقدوا وظائفهم أو تأثروا بشكل أو بآخر بالأزمة. فمعنى كده إن التغيير اللي حاصل هيأثر على الكل، فبالتالي إن هو بيقلص من سوق العمل العالمي بشكل عام. نعم. فبالتأكيد أي حد داخل في سوق العمل هيواجه طبعا صعوبة أكبر في إيجاد وظيفة مقارنة بمكان طبعا في الماضي. في بعض القطاعات اللي هي القليلة جدا اللي هي ممكن تكون بقت أسهل من الماضي، يعني بقت دلوقتي الطلب بيزيد فيها عن زي ايه؟ الماضي، وبالأخص طبعا القطاعات اللي هي معتمدة بالذات على التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالذات طبعا موضوع التجارة الإلكترونية وكل ما يرتبط بيها، سواء طبعا الناس المتخصصين في تصميم البرامج بتاعتها، سواء الناس المتخصصين بإدارة البرامج دي أو إدارة الطريق حتى الأداء الخدمة نفسها، سواء حتى الناس اللي هي مرتبطة بشكل غير مباشر بالموضوع ده، اللي هم شغالين بقى في الشركات اللي هي بتستخدم التكنولوجيا دي أو بتستخدم البرامج دي، اللي هي بنسميها طبعا الشركات اللي هي التوصيل، زي طبعا امازون وزي طبعا الوظائف المرتبطه بالمستودعات دي، ممكن تزيد في المستقبل، وبالاخص ان هي الشركات نفسها دلوقتي بتتحول من ان هي تبقى فكره الفرونت اوفيس او ان هو يبقى ليها مقر وتتعامل بيه بشكل مباشر مع العملاء بتوعها، دي بتقل. وشركات كتيره بتتحول في الوقت الحالي مجرد يكون مستودع، يكون في مكان نائي في منطقة بعيدة، وكل اللي هو طريقة اتصاله بالبشر أو بالعملاء بيبقى عن طريق الإنترنت أو عن طريق أبليكيشن موجود صغير، حتى موجود على ممكن نلاقيه إحنا على التليفون بتاعنا. أي وبعض الموظفين اللي هم مسؤولين عن إدارة الموضوع ده أو إدارة البرنامج ده أو التطبيق ده، ومسؤول بعض الموظفين اللي هم مسؤولين عن التوصيل. فيزيد طيب قوي حجم المستودعات وحجم المخزون بتاعها على حساب الفرونت اوفيسز والحاجات اللي مرتبطة بشكل مباشر بالعملاء.